طفلة صغيرة تقود بمفردها طائرة المستقبل على ارتفاعات كبيرة، لكن كيف ذلك؟ قصتنا اليوم يا سادة عن الطفلة إيمي سبايسر، صاحبة العشر سنوات في أستراليا، والتي تحلق في الأجواء بطائرة كهربائية لتصبح أحد أصغر الطيارين في العالم. قصة إيمي بدأت منذ نعومة أظفارها، ففي سن الثامنة خاضت تجربتها الأولى بالطيران محلقة على متن طائرة شراعية، والآن هي تقود بيبسترل ألفا إلكترا، طائرة تدريب كهربائية بالكامل في مطار جانداكوت غرب أستراليا. تحديات الحياد الكربوني في صناعة الطيران جسام، لكن إيمي تثبت أن الأمل موجود، وتعبر عن فخرها بدورها في مستقبل الطيران النظيف بالتعاون مع شركة فلاي وان، حيث تدعم طائراتها الكهربائية الوعي البيئي وتسهم في إيجاد حلول مستدامة، حيث تستعد غرب أستراليا لتكون مركزاً للطيران الكهربائي مع وجود 3 مطارات توفر خدمات الشحن، وشركة الطيران الكونونورا أفياير التي تقدم طائرات كهربائية عمودية الإقلاع والهبوط للسياحة ورحلات تجريبية جوية. إنجازات إيمي الصغيرة لا تقف عند هذا الحد، فقد شاركت في قمة النساء في الطيران وتلقت دعوة لزيارة عمليات أفياير في كاليفورنيا الأمريكية. والآن كيف يمكن لقصص مثل قصة إيمي أن تلهمكم نحو تحقيق أحلامكم؟